اليوم بسوي عجينة خليط النحل اللي سويتها ذاك اليوم معاكم، بس نص المقدار. حطيت هنا 3 أكواب، 3 أكواب معيارية من الطحين. راح أحط ملعقة متروسة من الخميرة، بحط قفشة واحدة، ماني حاطة قفشة ونص لأن ذاك اليوم 3 قالوا لي وايد. وراح أحط ملعقة ونص من السكر، هذه قفشة وهذه نص. راح أحط نص كوب من حليب البودر، هذا حليب البودر، وملعقة وسط بيكنج باودر. حطيت هنا نص علبة من الروب، نص علبة من الروب. وهني بحط نص كوب زيت. اليوم كله بعجنه مع بعض، ما راح انطر عليه. وراح احط عليه الماي. الحين بحط نص كوب وبعجنها. الحين بحط الملح بعد وياه ونعجنها كلها مع بعض. راح اضيف عليه شوي شوي الماي. حطيت اول شيء نص كوب، طبعا الماي لازم يكون دافي. شوفوا هذه العجينة ما شاء الله عقب ما عجناها، نخليها الحين نغطيها ونخليها تختمر. شوفوا بالنسبة حق الماي، أنا حطيت بالكوب هذا معيار كوبين، هذا حطيت كوب واحد ما يدافي من الكوب. شنو بقى؟ بقى أقل من ربع كوب، يعني تقريبا 3/4 كوب ما يدافي، أقل بعد بشوية. أنتوا تحطون الماي حسب الحاجة لما تصير عندكم العجينة حلوة، يعني لا هي شوفوها ما شاء الله لا هي ناشفة ولا هي لينة. العجينة اللي سويتها وياكم ما شاء الله اختمرت، كورتها. الحين هني راح افردها واحطها بالزيت، تصير نفس البوري. شوفوا انا قصدي انكم تحطونها وتفردونها بيدكم، ما يبيلها لا فرادة ولا شيء. شوفوا هذين اللي فردناهم بالايد ما شاء الله. قلبي هذه مريم، لا هذه شنو بسها، بس خلاص شيليها نحطها هنا بنشال نروح حق الثانية. يبي لها بعد شوي تقلبينها. شوفوها ما شاء الله، ضبطوا عليها كذي عشان تاخذ لون. شوفوا ما شاء الله لا إله إلا الله الخبز اللي هذيلا طبعا فردناهم بيدنا، يعني بيدكم فردوها بيدكم. اللي فردناهم اول شيء بالفرادة حطيناها تشرب دهن، تنتفخ وايد وتشرب دهن، هذا لهم. اما هذيلا شحلوهم اللي فردناهم بيدنا. شوفوا ترى هذه الخبزة بعد احلى من البوري، البوري وايد يشرب دهن، هذا لا ما شاء الله. شفتوا الدهن اللي احنا حطيناه، الزيت اللي حطيناه قلينا فيه، ما زدنا عليه ولا شيء. شوفوها ما شاء الله لا اله الا الله، تقريبا نص مقدار العجين اللي سويته بخليط النحل. اليوم انا مسويه 3 أكواب، طلع منا ما شاء الله 17 او الى 18 حبة. قصيت لكم من الخبزة شوية، شوفوها ما شاء الله تبارك الرحمن. شوفوا الخبزة من داخل